بعض الناس هدانا الله وإياه. يضع في السيارة أو عند باب البيت أو على الأولاد، يضع رأس عند باب البيت، يضع رأس ثور أو أسد أو حوت سمك. أو يضع حافر الفرس، هذا اللي في رجل الفرس، القطع الحديد هذا. أو يضع شيء مثل الزجاج لكن هذا لونه أزرق. أو أكرمك الله حذاء قديم. أو خرق سوداء أو أشياء من البحر، أصداف. أو يكتب على السيارة، يكتب على المنزل، يكتب بعض الكتابات، أو يضع خيوط أو أشياء من الطيور أو أشياء من الحيوانات. لماذا تضع هذه الأشياء أو بعض الأشجار؟ لماذا تضع على بيت والسيارة هذه الأشياء؟ قال من العين، من الحسد، أخاف عليها. سبحان الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان لديها أولاد وبيت؟ ودواب؟ نعم. وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. من الذي يحفظ لنا البيوت والأولاد والسيارات والأشياء؟ من؟ النعل القديمة؟ الله سبحانه وتعالى. إذا ما يمكن أن نعلق هذه الأشياء أبداً. لا تتعلق إلا بالله. من يحفظك؟ إذا خرجت من البيت الآن وذكرت الله، أنت في حفظ من؟ في حفظ الله. عند المساء تقرأ آية الكرسي، لا يزل عليك من الله حافظا، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. إذا لا يمكن نعلق هذه الأشياء، رأس الثور والعين والكف والنعل القديمة والخرق وغيرها.